السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير على خير. كنتمنى تكونوا دوزتوا ايام العيد بخير وعلى خير ان شاء الله، انتم ووليداتكم وحبابكم. درت لكم الشفاجه بصح، الشفاجه المغربي فوالا. غادي نفتح هكذا قدامكم، ما فيه لا الزيت لا والو. شوفوا الشفنج كي داير، ناشف من الزيت، ما فيهش حس الزيت. فوالا اللي بغيت نقول لكم، كنطيبوا على جوج طيبات. عندي معلقه ديال الملح هنايا، والملح على حسب الذوق. هنا معلقه ديال الخميره ديال الحلوه، الخميره المعجونه حساب 15 غرام. هنا عندي معلقه ديال العسل كتغون بلاصي ديال السكر. هنا عندي السطر ديال الماء، ما نحبوش كامل حتى نشوف شرعه تزليه. انا كملت العجينه في الدليك، ها هي كملتها، غادي نخليها ترتاح. ها هي العجينه ديال الشفنج، كونوا خفاف باش ما تلصقش لكم في يديكم. في كل بلاصه نحطها غندهنها هكا. بسم الله، غنجليسيوها بحال هكا الشفنجه. القلعه الاخرى اللي هنا هنا، وهنا غنخوي الزيت.